السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوينا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل الترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية. البروبليس أو العكبر، مصائب العكبر. كيف يستطيع الإنسان الحصول على هذه المادة من خلية النحل التي تعتبر هي أحد منتجات الخلية؟ ما فائدة هذه المادة أهميته، طرق استخدامه، وما هي القيمة الغذائية والدوائية بالنسبة للإنسان؟ كيف نجني العكبر ومتى يكون ذلك؟ وكيف نحافظ عليه أو كيف نحفظه؟ تفاصيل مهمة يتطرق إليها الأستاذ الفاضل الأستاذ محمد الجراح من الأردن، فكونوا معنا. أخوان الكرام، تصفحت سريعا المجموعة وشاهدت آخر استفسار عن موضوع العكبر، إنه كيفية جمع العكبر، وبعض الإخوان مشكورين جزاهم الله كل الخير قاموا بنشر شباك وبنشر مصائد لمصائد العكبر. ولكن أخي السائل، حتى تكون على علم تام ودراية، أولا العكبر يتم جمعه في الفترات التي لا يوجد فيها مواسم، يعني كما يوجه النحل يتم توجيهه للبناء الشمعي، يتم توجيهه للتحضين، يتم توجيهه لجمع الحبوب اللقاح، يتم توجيهه لجمع الرحيق، أيضا يتم توجيهه إلى جمع مادة البروبليس وهي العكبر. وهذه تكون في فترة، يعني فترة الراحة إذا صح التعبير، يعني هناك مواسم. الآن خلصنا من موسم الكينة، الآن في فترة قيلولة أو راحة للنحل ولا يوجد هناك مواسم، يعني موسم السدر ما زال تبعد عنه شهر شهر ونصف. نوجه النحل لجمع مادة العكبر حتى يستفيد النحال من هذه المادة التي فيها فوائد عظيمة. أولا إخوان الكرام، هي مصيدة العكبر هي حاجز بلاستيكي لين، ليست كالحاجز البلاستيكي الملكي، تشبه الحاجز الملكي ولكن تختلف بأن هذه لينة، يأتي لها أرجل صغيرة ربما تكون 2 ميلي ونصف إلى 5 ميلي، يعني نصف سنتي تقريبا. هذه توضع أعلى الإطارات مباشرة ويتم إزالة الغطاء الداخلي، توضع على الإطارات ويتم وضع الغطاء الخارجي مباشرة عليها. هذه الأرجل تساعد المصيدة والشبك بأن لا يلتصق في الإطارات، وتكون نسبة الجمع أعلى من وضع شبك عادي أو حاجز ملكي، هذه تكون أفضل من حيث الجمع، ولهذا السبب يكون لها أرجل صغيرة بعض الشيء، ربما يكون طولها نصف سنتي 5 ميلي. عندما يتم جمع مادة البروبليس تكون لينة وطرية، يصعب استخلاصها من هذه الشبك، والشبك يشبه حاجز الملكات ولكن فتحاته أضيق، لا يسمح بمرور حاجز الملكي، لا يسمح بمرور الملكة، أما العاملات تمر بشكل طبيعي، ربما يضايقها بعض الشيء ولكن تمر، هذا لا يسمح، مصيدة العكبر لا تسمح بمرور العاملة ولا الملكة لأنها صغيرة الفتحات صغيرة الحجم. الآن عندما يتم أخذ هذه المصيدة تترك، يعني أقل شيء تترك 10 أيام حتى يقوم النحل بجمع نسبة جيدة من العكبر. عندما يتم أخذ هذه المصيدة يتم وضعها في المجمد، فريزر الثلاجي أو المجمد، من كان لديه مجمد، توضع لمدة 24 ساعة 48 ساعة حسب قوة المجمد لديك. عندها في هذه الحالة يصبح الحاجز والعكبر قاسي، تلف، توضع ملفوفة أو توضع كما هي حسب المساحة، ويتم تحريكها يمين ويسار وتتساقط العكبر. الآن منهم من يريد طحن هذا العكبر، منهم من يريد استخدامه كما هو على حالته
التي أخذها من النحل، ومنهم من يريد خلطه بالعسل. هناك مقاييس ومقادير لخلطه، يعني لا تتجاوز مثلا 20-30 غرام 40 غرام كحد أقصى لكيلو العسل تطحن على المولينكس عندما تكون جامدة، طبعا قاسية تكون، يستطيع المولينكس طحنها، أما بوضعها الطبيعي وهي لينة لا يستطيع، ستلتصق بشفرات المولينكس ولن يستطيع النحال طحن هذه المادة. قبل كل شيء إخواني الكرام، نحن قلنا أنه يتم توجيه النحل لعملية الجمع، جمع العقم، حتى لا أؤثر على إنتاج العسل وحبوب اللقاح أو التحضين أو البناء الشمعي. أيضا يجب أن يتوفر لديك غطاء نباتي حتى تستطيع جمع هذه المادة منه، والنحل في الغالب يعني يجمع هذه المادة من الأشجار الصمغية، من لحاء الأشجار الصمغية كالصنوبر، كاللوزيات، في بعض الأحيان يذهب إلى الزيتون، السرو، هذه يعني. وأكبر نسبة إنتاج كانت عندما تم وضع النحل في منطقة مجاورة إلى منطقة يكثر فيها أشجار الصنوبر، كانت نسبة الجمع عالية جدا من مادة العكبر، وكانت نقية ورائحتها زكية. فوائد مادة العكبر إخواني الكرام، هي معقم ومطهر عام بشكل عام، يعني تستخدم للتعقيم الجراثيم في المعدة، تستخدم أيضا اللهم شافينا وإياكم من الأمراض الخبيثة كالكانسر، السرطان، تهاجم الخلايا الخبيثة، ولكن يجب استشارة الطبيب حتى تأخذ الكميات المناسبة للشخص الذي يريد أخذها. منهم من يقوم بابتلاعها مباشرة، يعني تأخذ من الخلية مباشرة ويقوم بابتلاعها كحبة الكبسول، يعني يقوم بتسويتها بأصابع ويقوم بابتلاعها كحبة الكبسول لأنها مرة المذاق، وفي حال تم أكلها أكلا كما يتم أكل الطعام ستلتصق بالأسنان وهي صاحبة مذاق مر. فالأفضل أن يتم خلطها مع العسل أو يتم ابتلاعها ابتلاعا، وليس أن يتم أكلها بالشكل الطبيعي. لا ينصح إخواني الكرام بجمع مادة العكبر في المواسم. لماذا؟ لأنها يعني متعارف عليه هي أطول وقت تستغرق فيه النحلة أثناء وجودها بالمرعى لجمع العكبر، يعني تأخذ فترة أطول. يعني إذا قلنا المشرب قريب، تحتاج النحلة مدة دقيقتان حتى تذهب إلى المشرب وتحضر الماء. إذا قلنا المرعى قريب لحبوب اللقاح أو الرحيق، يعني تحتاج النحلة من 3 دقائق إلى 5 دقائق حتى تحضر الرحيق أو حبوب اللقاح. أما في العكبر فهي تكون فترة السروح أطول من حيث الوقت، يعني تستغرق النحلة فترة أطول حتى تعود في العكبر أو مادة العكبر أو البروبليس إلى الخلية. وأصلا هي يقوم النحل باستخدامه لتسكير الشقوق والثقوب، يقوم بتصغير مداخله في أوقات سواء ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها أو حين وجود أعداء للنحل يقوم باستخدامه كدفاع له، وهي أيضا فسبحان الله لها فوائد كبيرة جدا. فالأفضل إخوان الكرام أن لا يتم توجيه النحل لجمع هذه المادة على حساب الموسم، يعني يترك النحل في فترة لا يوجد فيها مرعى، لا يوجد فيها مرعى رحيقي أو غباري، لا يوجد فيها موسم فيض، ويتم توجيه النحل لجمع هذه المادة. حياكم الله أخواني الكرام، وبارك الله فيكم، وأعتذر مرة أخرى لعدم المشاركة معكم في الفترة السابقة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. أحببت أن أقوم بهذه المداخلة حتى نفيد الأخ السائل، وإن شاء الله أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا. حياكم الله أخواني الكرام، وبارك الله فيكم.